السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. من مرتضى منصور من عمل مداخلات على قناة الزمالك، ده واحد. تأجيل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك من خلال البرنامج اللي كان بيقول هيطلع في 3/7، أو أول ظهور ليه هيكون على قناة الزمالك برنامجه في أول شهر 7. القصة بتاعت البرنامج اتأجلت إلى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. ما أنا محدش عارف بكرة في إيه، لكن اللي بقوله لحضراتكم ده أخبار صحيحة 100%. في ناس هتيجي تقول لك دلوقتي طب ما هو الأستاذ كرم جبر بسم الله ما شاء الله أول ما تولى الأعلى للإعلام مرتضى منصور ما طلعش على قناة نادي الزمالك، هو الراجل ده؟ لا، أقول لحضرتك القصة ملهاش علاقة بالأعلى للإعلام. القصة ليها علاقة بإعلام المصريين. على ما يبدو إن إعلام المصريين وكما توقعت وقلت لحضراتكم لا ينتفض أو لا يرد إلا إذا طالته إساءة، موضوع شخصي بحت ملوش علاقة لا بقيم ولا بمجتمع ولا ثقافة ولا عادات ولا تقاليد ولا يصح ولا ما يصحش. القصة كلها إن أنت يا مرتضى يا منصور اعمل واعمل واتكلم عن الناس كيفما تشاء، لكن حذاري أن تقترب من إعلام المصريين. إعلام المصريين زي ما قلت لحضراتكم قبل كده كان واقف مرتضى منصور ليه؟ علشان تعدى على اختصاصات إعلام المصريين ونصب نفسه رئيس أو مالك لقناة نادي الزمالك لما طلع مع خالد الغندور وقال إن أنا طالع بكرة مع خالد الغندور، فتم وقفه في ثانية. أنت إيه؟ أنت في قناة، في إعلام مصريين، في شركة، قناة مش بتاعتك، أنتش حر إن أنت تقول أطلع أو فممنوع مرتضى منصور. ما رجعش مرتضى منصور غير لما أقر واعتذر لإعلام المصريين. وزي ما قلت لحضراتكم كما توقعت في قصة النادي الأهلي لما اشتكى مرتضى منصور وقناة نادي الزمالك لإعلام المصريين في نفس اليوم، طلع مرتضى منصور مساء قال أنت رايح تشتكيني لإعلام المصريين وتقول لي إعلام المصريين قناة الزمالك ملك إعلام المصريين، أنا عايز أعلمك حاجة، أنا بتاع قانون وأنت مش عارف إيه. القناة ملك لنادي الزمالك، القناة ملك النادي الزمالك مش ملك الإعلام المصري. ها هنا دي النقطة اللي جعلت إعلام المصريين ياخدوا موقف ويفكروا ويدرسوا ويعلنوا إن النهاردة عدم ظهور مرتضى منصور إلى أن يجد جديد. ممكن الراجل يعتذر، ممكن يعمل في مداخلة القناة يوضح، لكن لهذه اللحظة مرتضى منصور زي ما شفت النهاردة مرتضى منصور ما ظهرش على قناة نادي الزمالك. في ناس تقول لك يا عم هو هيظهر كل يوم او بيظهر كل يوم، مرتضى منصور بيظهر كل يوم، بيظهر بشكل يومي. ناس تقول لك مرتضى منصور ما ياخد راح، لا، في امور النهارده كان يجب على مرتضى منصور اللي يخليه تتاكد ان القرار ده صحيح وان مرتضى منصور منع من مداخلاته، ان في بعض الموضوعات الشائكه النهارده في نادي الزمالك. يعني مثلا مرتضى منصور عملوا له الفيديو بتاع امبارح والكلام ده كله، وجابوا بعض أمير يعلق وغيره يعلق على قصة الدوري ومش الدوري، لكن المداخلة اللي بيعملها مرتضى منصور بشكل لا. ليه؟ ايه هي المواضيع الشائكة؟ المواضيع الشائكة الراجل اللي هو شريف اسمه ايه ده وقال لك ومدير التعاقدات وتحميله، واحمد شوبير لما اتكلم وقال ان الراجل ده مرتضى منصور عمله زي كبش فدا بسبب حمد النقاش، كان لازم عارفين كلنا طبيعة مرتضى منصور كان هيطلع يتكلم عن شوبير رسمي. بعض الامور المتعلقه بفشل بعض الصفقات اللي تم الاعلان عنها في نادي الزمالك او مرتضى منصور اعلن عنها، كان هيطلع ويقول والله مين اللي قال فلان الفلاني وانا قلت مثلا ان فلان الفلاني جاي نادي الزمالك، هيطلع يتكلم. مرتضى منصور ما يتكلمش ويسكت يبقى زي ما قلت حضراتكم. كنت اتمنى ان اعلام المصريين، الشركه المصريه التي تملكها الدوله المصريه، تمنع مرتضى منصور نتيجة زي ما قلت لحضراتكم أو لأسباب تتعلق بالاحترام، بالالتزام، بالقدوة، بالأداب العامة، بعدم الخوض في الأعراض، بعدم سب الأشخاص وهكذا زي ما احنا تعودنا على طول أو زي ما دي عاداتنا وتقاليدنا. ما ينفعش ما
ما ينفعش. دي مش قناة خاصة، دي مش قناة خاصة هنقول مثلا لا ده لها سقف، في سقف ونحاسبها وفي جهات تانية، لا ده انت الدولة انت اللي بتحط المعيار، انت الدولة المصرية، انت شركة تتبع الدولة المصرية اللي بتحط المعيار. يعني برضو بسبب الكلام عن شوبير، القصة مش قصة مرتضى منصور بس، القصة قصة أحمد شوبير. أحمد شوبير ظهر وكل حاجة وكل الأمور تمام، لكن المشكلة برضو طايلة أحمد شوبير شوية، يعني بعض التحذيرات لأحمد شوبير من إعلام المصريين، بخصوص إن أنت بدأت من خلال البرنامج سواء الإذاعي اللي بتقدمه على أون سبورت صباحا أو البرنامج المسائي تدخل المواضيع في بعضها الشخصي في العاد. وهنا بطرح نفس السؤال، طب أحمد شوبير يعمل إيه؟ طب ما هو موجود القناة دي بتاعتكم، وأحمد شوبير موظف أو مذيع متعاقد معاكم، تقدروا تحموه، اه تقدروا تحموه وتمنعوا هذا الشخص من يطلع يسب احمد شوبير يوميا بشكل ممنهج ويخوض في اعراضه وزوجته وولي نعمه كده، تقدروا. وده لو قدرتوا منعتوا هذا الشخص من سب احمد شوبير، بالتالي احمد شوبير مش هيستغل، هو ما استغلش برنامجه بشكل صريح. يعني الراجل بيقول لك مثلا امبارح لما اتكلم قال لك الشيخ الشعراوي بيقول ان لازم الظالم ينال عقوبة في الدنيا عشان المظلوم يرتاح، ايه الاسف كده؟ هي القصة بقى عشان خدته أحمد شوبير لما اتكلم في الإذاعة وقال لعيبة نادي الزمالك لو قلنا لهم الكاف عايز مسحة مش عارف ايه هيروحوا راكبين البسكليتة، البسكليتة ده اعتبرتوها أزمة؟ مع احترامنا لجميع الأشخاص، ما هو على الجانب الآخر في أحد الأشخاص بيهاجموا حنان وهبة ومش عارف مين ورشا وأنت ياد وأنت، طب هو يعمل إيه؟ أنا مش هقول، أنا مش بدافع عن أحمد شوبير، لكن أنا بالمنطق كده، أنا راجل عندي شركة وعندي اتنين عندهم مشاكل مع بعض، يا إما أقول للاتنين ما تجيبوش سيرة بعض محدش فيكم يتكلم، يا إما أمنع اللي بيهاجم واللي بيسيء. فبالتالي رد الفعل اللي بيبقى بشكل محترم مش هيتكلم، وزي ما قلنا أحمد شوبير بشكل راجل محترف، يعني راجل محترف يعني إعلامي، رمز إعلامي كبير يعني. لكن زي ما قلت لحضراتكم القصة مش قصة شكوى النادي الأهلي، يعني أنا أقول لك إن النادي الأهلي اشتكى إعلام المصريين، وها هو إعلام المصريين، المصريين ينتفض ويستجيب لشكوى إن لا 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 لا، شكوى النادي الأهلي في مرتضى منصور داخلة دلوقتي في أكتر من أسبوع، أسبوع 10 أيام يعني، ومع ذلك مفيش أي شيء خالص. لكن هم برضو من وقت ما اعلن التحدي مرتضى منصور بيقولوا له ويا جماهير الزمالك، يا جماهير الزمالك اللي بتسمعني، يلي اه احد الناس كان معلق وقال القناه دي قناه نادي الزمالك ومش مشهره او مسجله او مش عارف ايه في هيئه الاستثمار وبتاع، قلت له المفروض عشان يبقى عندك قناه عندك شركه، انت عندك شركه للانتاج الاعلامي، عندك شركه للانتاج الاعلامي، وها هو استاذ مرتضى منصور لو هو يملك هذه القناه كان يقدر يتمنع منها، كان يقدر يتمنع منها؟ لا طبعا، هو اللي بيحدد ده ويروح فين ويجي منين. وده بيدينا مثل اللي انا باكد عليه على طول، ان انت قادر تمنع الالفاظ الخارجه، ان انت كقناه او هيئه او شركه مصريه قادر تمنع. ليه بتسيب الالفاظ الخارجه من بعض الشخصيات تطلع علينا تطلقوا هذه المجاري والصرف الصحي على الشعب المصري؟ ده سؤال محتاج، انا بالنسبه لي عندي تفسيره يعني انا، ومش هقدر اعلنه. في ناس تيجي تقول لك ليه يا عم هتقول، يا عم انت بنسمعك ليه، ما انت عشان تقول واحنا نسمع ونشوف رايك، لازم تقول ايه؟ لا يا سيدي، بعض الاراء ممكن تودي في ده، فبحتفظ بيها لنفسي يعني. انت بقى شغل دماغك، انت حر، انت كل واحد له ان يتصور ماذا يدور خلف الكواليس، كل واحد له. لكن انا بقول اللي عندي، ان انت دلوقتي بطرح سؤال واعتقد ان سؤال طبيعي، يا اعلام يا مصريين، لما انتوا قادرين توقفوا شخص ما بيسيء للجميع ليه ما بتوقفوهوش على طول؟ ليه سايبينه طالقينه على الناس؟ ليه ما بتستجيبوش لشكاوى الناس؟ ليه ما بتستجيبوش لاستغاثات الشعب المصري من الالفاظ والخروج عن النص يعني؟ ده اللي هنشوفه خلال الفترة المقبلة، نتمنى إن الناس تفهم وتعي من يدير الأمور. والقصة يعني
كنت أتمنى إن الجهات الرسمية المسؤولة عن إيقاف عن منع تاخذ قرارات جدية عشان نحس إن إحنا المسؤولين بيشتغلوا في الدولة المصرية. كنت نفسي إن أحس إن المسؤولين والمسؤول كل واحد بيتابع ويحافظ على سمعة مصر واسم مصر. بقينا مسخرة، يعني مش هقول يعني بعض الناس، مصر طبعا هي بسم الله مش تشرف أي حد، تشرف في أي مكان تتشرف إن أنت مصري، لكن خلوا الإعلام المصري، لا يعني بعض الشخصيات بقوا نموذج بره بقى مسخرة للإعلام، بقوا بيشوهوا صورة الإعلام المصري. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، وأتمنى إن الأيام القادمة تحمل في طياتها الأفضل لكم جميعا ولنا وللمصريين وللعالم أجمع بشكل عام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.